والمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في ظل تغير قواعد اللعبة، كيف يمكن أن نحل سلوك بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الجديدة من الحرب؟ تحياتي لك بسنت. في الواقع نتذكر مقولة أو مقولات نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى 7 من أكتوبر الماضي، عندما قال تصريحه الشهير بأنه سيغير معادلات وخرائط المنطقة. وبالتالي نتنياهو واليمين الحاكم الآن المتطرف في إسرائيل لديه مخطط. نتنياهو غير المعادلات في المنطقة أكثر من مرة. كانت المعادلة القديمة هي الأرض مقابل السلام والذي يحقق السلام العادل والدائم، ثم حاول تغيير المعادلة الأمن مقابل السلام، ثم الآن يعني يحاول إيجاد معادلة جديدة تقوم على فكرة القوة مقابل السلام أو مقابل الأمن، وهي طبعا معادلات خاطئة. وهذا ما يفكر فيه نتنياهو وقراره في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، ثم عاد نفس الخطاب أمام الأمم المتحدة في الجمعية العامة. وبالتالي نتنياهو الآن يراهن على فكرة التصعيد باستخدام فائض القوة في محاولة لتغيير المعادلات. لكن أنا في اعتقادي أن الهدف الاستراتيجي أولا من تغيير هذه المعادلات هو المخطط الخبيث القديم الذي يحاول نتنياهو تنفيذه في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الشرق الأوسط، وهو القضاء على كل مقاومات الدولة الفلسطينية من خلال التدمير الكامل لقطاع غزة كما رأينا على مدار عام، من خلال أيضا إشعال الأوضاع في الضفة الغربية ومحاولة تفويت أسس ومقاومات السلطة الفلسطينية بعد أن قطع عنها التمويل، ثم الآن يشعل جبهة لبنان في محاولة استراتيجية لتحقيق هدفين. الهدف الأول هو صرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب يعني الذكرى الأولى أو العام أو مرور عام على هذه الحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني في ظل الانتقادات الدولية، في ظل عزلة إسرائيل، في ظل تزايد التعاطف الدولي. ونتنياهو يحاول أن يقدم أكاذيب ورواية وسردية بأن إسرائيل تواجه تهديدات وأنه يحارب عن نيابة عن أمريكا. طبعا دكتور أحمد، عذرا للمقاطعة، يعني دكتور أحمد هو يتبع هذه السياسة منذ البداية، ولكن كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو إن كان تحدي سافر لكل المبادرات الدولية وللعالم بأكمله، ألا توجد قوة تستطيع أن تضغط على بنيامين نتنياهو ولا أقصد أمريكا؟ يعني في الواقع أن نتنياهو لا يعير اهتماما أو بالا أو لا يكترث بالشرعية الدولية أو المطالبات الدولية أو المجتمع الدولي. يعني بيتنا الآن واضحا أن المجتمع الدولي أصبح كله في كفة، وأمريكا وإسرائيل في كفة، وربما بعض الدول الأوروبية. ولذلك نتنياهو لا يوجد له لا رادع قانوني ولا أخلاقي ولا حتى مرتبط بالجانب المرتبط متعلق بقواعد الحرب، ولا لأنه يضمن أن من يحميه هو الجانب الأمريكي، من سيوفر له المظلة الحمائية هو أمريكا في مجلس الأمن. مجلس الأمن كجهة المفترض أنها مناط بها حفظ الأمن والسلم الدولي وفقا للفصل 7 من الميثاق، المفترض أنها تتفاعل وتتعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي، لأنها أولا يشكل انتهاكا لسيادة لبنان كما رأينا، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي طبقا للمادة 39 من الميثاق على مجلس الأمن أن يتحرك. لكن مجلس الأمن معطل مشلول ومستبعد بسبب الفيتو الأمريكي الذي يوفر المظلة الحمائية لإسرائيل. وبالتالي هنا أي تحركات دولية سواء خاصة من الجانب الأوروبي أو حتى القوى الدولية المؤثرة سواء الصين أو روسيا يتحرك في نطاق مجلس الأمن الدولي، تتحرك على المسار السياسي فقط لكن لا تتحرك على أي مسارات أخرى. وبالتالي هنا أمريكا هي المنخرطة العسكرية، هي الدعم العسكري لإسرائيل، تزودها بالقنابل ذات 2000 رطل والقنابل والصواريخ المخترقة للتحصينات، هي تحميها اقتصاديا وتقدم لها تبرير. يعني ما نشهده الآن أمريكا الآن انتقلت حتى من مجرد المطالبة بضبط النفس ووقف التصعيد وتحذير إسرائيل إلى تبرير ما تقوم به إسرائيل من أفعال، كما رأينا بعد اغتيال حسن نصر الله عندما يخرج بلينكين وزير الخارجية ويقول أن إسرائيل تمارس حق في الدفاع عن النفس ضد ما يسميه الإرهاب، ثم الرئيس بايدن ويقول أن اغتيال نصر الله وغيرهم من الاغتيالات هي ما تحقق العدالة الدولية. كل هذا يعني أن أمريكا الآن هي توفر المظلة الحمائية لإسرائيل. هناك الآن اندفاع جنوني هستيري لدى الحكومة الحالية، حكومة نتنياهو ومجموعة العسكريين، هم يشكلون جيل جديد حقيقة من الاندفاع المراهن على القوة، يحاولون تغيير المعادلات. هم وجهوا ضربات لما يسمى محور المقاومة أو محور الممانعة حزب الله. إيران لم ترد وإيران تتبع سياسة براغماتية، وبالتالي في ظل هذا الخلل في النظام الدولي، في ظل هذا الدعم الأمريكي والتناقض ما بين خطابين، خطاب سياسي ناعم يؤدي إلى أو يطالب على
أو يركز على منع التصعيد والهدوء وغيرها، وهو لا يسمن ولا يغني من جوع، وما بين الأفعال على الأرض الواقع الداعمة والتي تقوم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. بهذا المناخ يحاول نتنياهو تنفيذ مخططات، لكن هنا السؤال، أنا في اعتقادي نتنياهو لن يحقق في تنفيذ تحقيق هذه الأهداف. هو حاول القضاء على القضية الفلسطينية عبر عام كامل وفشل في كسر الصمود الفلسطيني أو في تنفيذ مخطط التهجير القسري، طبعا بسبب الإرادة المصرية والموقف المصري الصلب. أن هناك قوة وتيار مضاد لهذا المشروع الاستيطاني، المشروع الخبيث الذي يقود المنطقة إلى الهاوية. الأمر الثاني أيضا دخوله بريا الحزب إلى لبنان أو فتح جبهة حزب الله، بالتالي رغم الضربات الموجعة التي وجهها الحزب إلا أنه لن يحسم الأمور لا في أسبوع ولا في شهور، وربما تمتد إلى سنوات. بمعنى آخر أن إسرائيل هناك تكلفة باهظة لما يكون به نتنياهو من محاولة تغيير هذه المعادلات، تكلفة اقتصادية على الجانب الإسرائيلي، تكلفة بشرية، تكلفة عسكرية، نعم، تكلفة سياسية وقانونية، وزيادة عزلة إسرائيل كدولة متمردة تنتقد وتنتهي كل القوانين الدولية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية.